اليوم شاهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي اللي هو ايجيبت ICF، بيعقد على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظمه وزارة التعاون الدولي بمشاركة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة يوروماني. الرئيس السيسي ألقى كلمة اليوم خلال انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في النسخة الأولى، أكد خلال الرئيس أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي كمحور أساسي في القطاعات التنموية كافة للتغلب على آثار التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وكذلك تطرق الرئيس إلى الجهود التي تبذل حاليا من مصر والعالم من أجل استكمال مسيرة التنمية وعجلة الاقتصاد في ظل جائحة كورونا. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى لمنتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بمشاركة عالمية تحت شعار شراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. مصر من أوائل الدول التي تسير في اتجاه التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. نأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الرؤية الإفريقية القارية 2063 وإنجاز ما أقره العالم في اتفاق باريس للمناخ. مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية للعمل سويا. تنسيق والتعاون ما بين الأطراف ذات الصلة، لما بنقول أطراف ذات الصلة بيبقى فيها الحكومات المختلفة، وعندنا تمثيل حكومي من قارة أفريقيا، من أمريكا اللاتينية ومن أوروبا. أعتقد أن التعاون في مثل هذه المؤتمرات وجمع الأفكار معا من توجهات وقناعات مختلفة وذلك من أجل العمل لهدف مشترك لهو أمر جيد ومذهل. يعقد المنتدى الذي يجمع الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل المشترك من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة عبر عدد من الجلسات وورش العمل. The achievement of the SDGs through our high five priorities. نحن نعمل على 5 أولويات. أولها تمكين إفريقيا، تغذية إفريقيا، الصناعة في إفريقيا، الدمج في إفريقيا، وتحسين جودة الحياة بإفريقيا. This forum is a very important forum. إنه لمؤتمر هام جدا، أتشرف لدعوة الدكتورة رانيا المشاط لي، وأتينا هنا لنتبادل الخبرات مع الدول الأخرى ونستمع لتجارب الدول الأخرى وما يفعلونه خصوصا بعد كوفيد-19. حدث هو الأول من نوعه حققته مصر عبر حكومتها وبرعاية قيادتها، بعدما أصبحت مصر نموذجا تنمويا يحتذى به. من مصر سارة شلبي.